مساء الخير عليكم كلكم. النهارده بقى بالذات انا مش موجوده معاكم بصفتي مها ابو عوف الممثله او المذيعه، لكن بصفتي مها الابنه موجوده علشان اقول لامي قد ايه انا بحبها وقد ايه هفضل احبها، وعارفه كويس جدا انها حاسه بيا دلوقتي وان رسالتي هتوصل لها حتى لو كانت في عالم تاني مش معانا. وطبعا مش هعرف اتكلم على امي مع نفسي، عشان كده انا هتكلم عنها مع اخويا حبيبي، هتكلم عن سميره عبد الكريم صالح الدباغ زوجة اللواء الموسيقار احمد شفيق ابو عوف، وام البنات الاربعه والولد البكري ابن امي وابويا وسندي وابويا حاليا وظهري وصاحبي وحبيبي وكل حاجه في الدنيا دي كلها، الدكتور الفنان عزت ابو عوف.